الآن بعض الناس هدانا الله إياه يضع أشياء يعلقها في البيت، في السيارة، على الأولاد، منها يضع عين أو يضع كف. نعم. 现在有一些人，他给在房间当中放一些护符，或者给孩子，或者在汽车上放一些护符。أو يضع نعل أكرمك الله حذاء قديم على البيت. 或者在家里挂一些护符。أو رأس حيوان ثور أو أسد أو بعير. 还有一些人迷信在头上戴一些这个标志性的这个东西。أو يضع بعض العظام الأشياء من الحيوانات. 比如一些动物的脚啦，或者动物的骨头啦等等一些东西。أو بعض الأشياء. 以及一些石头。أو بعض الخرق السوداء قديمة. 一些黑色的一些古老的东西。أو يضع بعض الأشياء من البحر. 或者一些海里的海螺等等一些东西。أو يكتب بعض الكتابات يكتب. 在上面写一些东写一些。لماذا تضع هذه الأشياء؟ 他们为什么要这样做呢？ قال هذه الأشياء أضعها حتى إذا جاء إنسان لا يقع حسد على هذه الأشياء، لا يحصل حادث للسيارة مثلا، لا يموت الولد، لا يمرض. 他们认为这些东西写着一些词语的一些东西能够保护他们，能够免遭这个车祸了等等一些灾害。النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت. 我们的先知穆罕默德صلى الله عليه وسلم他当初也有房间 لديه أولاد 他也有孩子 لديه دواب 他حيوانات إبل وبقر وغنم نعم 他也有一些牲畜 هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الأشياء عليها على بيته أو على أولاده أو على دوابه 先知曾在他的房间当中为以及为他的孩子以及为他的牲畜等等 لا 放置了一些护符吗 لا لا يضع没有，绝对没有。من يحفظ هذه الأشياء؟ 谁能够保护 ？الله سبحانه وتعالى. 只有安拉才能够保护。إذا لا يمكن أن نعلق هذه الأشياء العين رأس الثور الخرق القديمة الأشياء من البحر. 我们不可以投放那些各式各样的护符来求保护。هذه من الشرك. صلى الله عليه وسلم. 这些行为都是实质上都是一种淫污秽辱的举办安拉的行为。نعم.